يلا دكتور الله معك، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم ندشن مشروع عظيم في مركز رعاية للعلاج الطبيعي، وهو عبارة عن مشروع توزيع الكراسي المتحركة والأكاكيز للأطفال المعاقين بسبب العدوان الحوثي الميليشيات الحوثية على مدينة محافظة تعز. والصورة التي تتحدث هنا تعبر عن عمق المعاناة التي يعانوها الأطفال المعاقون في محافظة تعز. ونحن بهذه المناسبة العظيمة والتي تعبر عن اهتمام هذه المؤسسة، مؤسسة رعاية مع مركز العلاج الطبيعي، واهتمامهم بالمعاقين في محافظة تعز وخاصة معاقي الحرب الحوثية على محافظة تعز. ودورنا نحن في السلطة المحلية محافظة تعز نشكر شركة مون سبيس القابضة الماليزية على دعمها السخي لجرحى محافظة تعز وخصوصا جرحى الأطفال. ونشكر بدورنا أيضا مؤسسة رعاية الرائدة في والسابقة أيضا للكثير في مجال الاهتمام بالجرحى وخصوصا المعاقين، وفتح هذا المركز. وما هذا المركز إلا بصمة واضحة شاهدة على اهتمام هذه المؤسسة بالجرحى. نشكر الإخوة في دولة ماليزيا على هذه اللفتة العظيمة ومساعدتنا في أن نوزع هذه المجموعة من الكراسي المتحركة للأطفال وكذلك العكاكيز لأطفال اليمن تعز ممن يعانوا من إصابات بسبب الحرب الدائرة على محافظة تعز من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثية. فنحن في مؤسسة رعاية نقدم الشكر الجزيل لهذه الشركة، شركة مون سبيس، ولدولة ماليزيا أيضا على هذه اللفتة الكريمة. مؤسسة رعاية تدعو الداعمين لدعمها في هذا المجال، لأن جرحى تعز يعانون المعاناة الكبيرة منذ 3 سنوات وهم بحاجة مستمرة للدعم. نشكر مرة أخرى مؤسسة أو شركة مون سبيس القابضة الماليزية على دعمها لجرحى محافظة تعز. نشكر شركة مون سبيس القابضة ونشكر مؤسسة رعاية على دعمها لجرحى تعز ومعاقين تعز. نتمنى مواصلة الجهود لهذه الشريحة.